اهلا بيكو. دلوقتي احنا عايزين نتكلم او نكمل كلامنا عن what is a project، ومن الكاركترستكس اللي لازم تتوفر في البروجكت ما يسمى بالconstraints، القيود. لازم المشروع يتكتف، اوكي. الconstraints دي ببساطة شديدة جزء منها هو الكواليتي اللي كنا بنتكلم عليها من شوية صغيرين، جزء منها هي حدود التكاليف المتوفرة للشغل في المشروع، جزء منها هو الزمن المتاح للمشروع. في مشاريع الزمن فيها مش مشكلة كبيرة لكن التكلفة مشكلة، وفي مشاريع لا لازم تخلص في زمن محدد تحت اي ظرف من الظروف، يبقى مش مهم التكاليف وبروبابلي برضو هيأثر على الكواليتي. المهم ان القيود التلاتة دول مع بعض المفروض ان العميل في الاصل له متطلبات فيه، له متطلبات في الكواليتي، له متطلبات في الكوست، له متطلبات في التايم فريم اللي هتشتغل فيه. في حدود التلاتة دول المفروض انك تحقق احسن كواليتي واقل تايم واقل تكلفة، لكن التلاتة دول مع بعض عاملين كده زي البدلة بتاعت فطوطة، لو تسمع عن البدلة بتاعت فطوطة، اوكي. يجي يعدل الجاكيتة البنطلون يضرب، يجي يعدل البنطلون الجزمة تضرب، يجي يعدل الجزمة البدلة كلها تقع، اوكي. فالتلاتة دول مع بعض دايما بيعكسوا في بعض. تيجي عايز تقلل الوقت تلاقي التكلفة بتعلى and or الكواليتي بتقل، عايز تقلل التكلفة تيجي تلاقي الوقت بيزيد and or الكواليتي بتقل، عايز تحسن الكواليتي تلاقي التكلفة بتزيد والتايم بيزيد and so on، اوكي. يبقى التلاتة دايما بيضربوا في بعض، وهنا بتيجي مهارة البروجكت مانجر في انه يقدر يحقق الكواليتي المطلوبة للعميل باقل تكلفة ممكنة وفي وقت معقول يكون في حدود برضو اللي طلبه العميل. التلاتة دول مع بعض مش هم كل الكونسترينز، وانما في كونسترين رابع وهو الحقيقة اسمه السكوب. السكوب ده حاجة بتستخدم، كلمة بتستخدم كتير قوي 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 في المشروعات، فنحب عشان كده برضو نتكلم عنها بسرعة. النهاردة مبدئيا كلمة سكوب معناها مدى الرؤية. يعني ايه مدى الرؤية؟ يعني حضرتك دلوقتي مثلا شايفني من خلال الكاميرا اللي قدامي، في حاجات على الجنب ده انت مش شايفها، وفي حاجات على الجنب ده انت مش شايفها، وفوق وتحت وجوه، صح ولا غلط؟ يبقى السكوب بتاع الكاميرا هو اللي انت قد تشوفه من خلالها، خلاص. ده كده تعريف مبسط جدا، وممكن قوي الناس كمان تقول لك تعريف مخل برضو يعني ايه سكوب، لكن معلش خليك معايا، احنا في الفاندامنتلز ساعات بنتجاوز عن الدقه شويه للحصول على المفاهيم بشكل اوضح. مبدئيا تاني هو مدى رؤيه المشروع، يبقى السكوب بتاع المشروع الحاجه اللي بيقدر المشروع يشوفها او الحاجة اللي يهتم المشروع انه يشوفها، اللي يهتم بيها المشروع. في ممكن يحصل كمان معنى تاني للسكوب وهو الجول. الجول حاجة والسكوب حاجة، خلاص، علشان بس ما قلت ما حدش يقول ان انا بقول سكوب هو الجول. لكن ممكن تاني في النظرة المبسطة بتاعتنا او في المقدمة المبسطة بتاعتنا، لو اعتبرت ان اي تغيير في السكوب هو تغيير في الجول، او اي تغيير في الجول هيغير السكوب، نبقى احنا كده مش بنتكلم غلط، اوكي. يبقى لو حبينا نتكلم عن السكوب بتاع المشروع، هو جزء من الكونسترينز، جزء من الحاجات اللي بتتفق عليها مع العميل، وجزء من الحاجات اللي لازم تتحقق. في تقسيمة من التقسيمات بتاعت السكوب بتاع المشروع، وهي ببساطة انك بيقولك السكوب بتاع المشروع ده هو عبارة عن جزئين، جزء اسمه البروجكت سكوب وجزء اسمه البرودكت سكوب، مع بعض اسمهم التوتال سكوب. ايه البروجكت سكوب وايه البرودكت سكوب؟ برضو هنقولها بالبلدي كده ببساطة عشان الموضوع يبقى واضح في دماغنا. يهمني قوي ان المفهوم يبقى واضح، الكلام في الكتب يتقري ويتحفظ ويتنقل، وتفتح ويكيبيديا تجيب الـ official definition.
لكن انا يهمني اكتر من الاوفيشال ديفينيشن المفهوم. البرودكت سكوب بالنسبه للسكوب بتاع البروجكت هو الحاجه اللي العميل هيستلمها. برودكت سكوب يبقى الحاجه اللي العميل هيستلمها. لو نرجع للمثال بتاع العمارة السكنية مثلا، يبقى العميل لما يجي يبص يجي يستلم منك العمارة، هيستلم يعني يستلم ببان، شبابيك، حيطان، دهانات، أرضيات، حمامات، مش كده؟ يبقى دي الحاجات اللي هيستلمها العميل. العميل مش هو اللي هيستلم الأساسات، صح؟ اللي هيستلم الأساسات واحد تاني مش العميل. والعميل نفسه بالرغم ان هو متأكد ان مفيش عمارة من غير اساسات، الا ان هو مش مهتم بتفاصيل الاساسات دي، بيرميها على الاستشاري، والاستشاري هو اللي بيشتغل عليها، وهو اللي يجي يقول الاساسات دي كويسة او مش كويسة. لكن على الجانب الاخر مفيش حد في الدنيا هيبني مبنى من غير ما يعمل له يشون مونة، بس يشون رمل ويشون زلط ويشون اسمنت. تشوين المونة ده جزء من الاعمال اللي لازم تتعمل في المشروع ولا لا؟ جزء من اللي لازم تتعمل، لكن العميل ماله مالها ولا له اي دعوه بيها، اللهم الا اذا كان هو اللي يدفع الغرامات بتاعه التشوين في الشارع. لكن غير كده هو العميل مالوش دعوه بعمليه التشوين، لكن لازم تتعمل ولا لا؟ فبنقول ان عمليه تشوين المونة دي جزء من البروجكت سكوب، لازم تتعمل جوه المشروع عشان المشروع يتم، واذا ما اتعملتش المشروع مش هيتم، ومع ذلك العميل ملوش دعوه بيها. اوكي، دي تفرقه ما بين البرودكت سكوب والبروجكت سكوب. الحاجات السكوب في كل الحاجات اللي لازم تتعمل في المشروع، اوكي، وبالتالي قسمناها حاجتين، حاجه هي البرودكت سكوب ودي الحاجه اللي العميل هيستلمها، والحاجة التانية البروجكت سكوب، الحاجات اللي العميل ما يهتمش بيها وانما انت لازم تعملها كبروجكت مانجر علشان المشروع بتاعك يتم. ارجو ان المفهوم بتاع السكوب يكون واضح شوية. كلمة سكوب هنتكلم عليها كتير قوي 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 قوي، فكفاية كده كلام دلوقتي عن الديفينيشن بتاع البروجكت، وات از ا بروجكت، وتعالوا نروح نتكلم مع بعض على الفرق بين البروسيس والبروجكت. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.